انا راح ارسم انا هذا السيستم، انا مش حاطط له زيرو اوردر هولد، انا ما بقول انه هذا صحيح، بس احنا هذا السيستم اللي ماخذينه هون، ماخذين سيستم 1 على اس زائد 1 وحاطين له هون كنترولر كي اللي هي بروبورشنال كنترول. كنتوا تعملوا اشياء زي هيك تقولوا لو ضليت اغير قيمه كي امتى السيستم بصير ستيبل او انستيبل، حتى كنتوا تعملوها بالراوث كمان مش هيك، بالراوث ستابيليتي كرايتيريا. نفس الفكره هون، انا عندي هون سامبلر عندي h of s هون بتساوي 1 وهاي سميها اذا بدك u of s وهذي y of s star y of s. هلا بجينا طلعنا عندي الزيرو اوردر هولد ترانسفير فانكشن تبعته 1 ماينس e to the ts على s. هلا t رح نفترضها بهذا المثال انها 0.1 of a second عشان نقدر نكمل، ولا مش رح اقدر اطلع k. هلا السؤال what value of k؟ كنا نحكي هون انه لو بدي اطلع الان y of z على u of z يساوي، انا بقدر افصل u of z بقدر افصلها عن transfer function لانه في عندي هون سامبلر، اوكي؟ بس هذول الاثنين مش معاط، فيش عندي h of s، لو كان عندي h of s هون وفيش سامبلر بينهم ايش كان لازم اعمل؟ اخذ h of s هون ادمجها مع g of s فبتصير هاي g h of z، بس بالحاله هاي راح تكون عندي الترانسفير فانكشن هون راح اخذ g of z بالاوبن لوب، y of z بالاوبن لوب، فبصير عندي g of z على 1 زائد هون عندي هذه k مضروبه في k مضبوط، فراح تصير هذه هون g of z k 1 زائد k g of z. خلينا اول شيء نطلع g of z لهذا السيستم. g of z بدها تساوي او g of s للبلانت كلها راح تكون بدها تساوي k في 1 minus e to the t s على s من هون، وهي مضروبه في 1 على s 1 على s plus 1، فبتصير هذه k 1 minus e to the t s، وهي بتصير 1 على s في s plus 1. وهي حليناها قبل هيك، بتطلع فبيطلع معي g of z بتساوي k في 1 minus e to the t على z minus e to the minus t. فصارت هي عندي g of z جاهزة. الآن بدي أحول هذه هون g of z، وعندي هاي السامبلر هون، وهذه u of z، وهذه هون y of z، فبتصير عندي هلا g close loop بتساوي g of z، وعندي ال k هون 1 زائد g of z، فبدها تساوي k في 1 ماينس في تساوي k 1 ماينس e to the minus t على z ماينس e to the minus t على 1 زائد k في 1 ماينس e to the minus t على z ماينس e to the minus t. هلا اذا بسطنا ضربنا الارقام بيطلع معي الشكل النهائي، بيطلع k في 1 minus e to the minus t على z minus k plus 1 e to the minus t minus k، وهذا القوس كله من هون بهذا الشكل. هلا ايش السؤال اللي احنا بدنا نساله حتى نقول انه طبعا هذا الكلوز لوب سيستم. الكلوز لوب سيستم، هل الكلوز لوب سيستم هذا ستيبل ولا انستيبل؟ ايش بدي افتش الان؟ على البولز مش هيك؟ نفس فكره البولز كنا نعملها بالاس دومين. البولز هي الفاليوز تبعت زد اللي بدها هون، ايش الفاليو القيمه تبعت زد؟ فبده يكون عندي هذا القيمه هاي، امتى هاي القيمه بتساوي هاي القيمه من هون، او امتى هذا بيساوي زيرو؟ فبصير عندي زد بده يساوي من هون، وراح نعوض هون ماينس 1، فبتصير عندي هلا هاي كي بلس 1 اي تو ذا ماينس 0.1 ماينس كي بتساوي زد
بولز من هون وحتى السيستم يكون ستيبل بدها تكون زد بي اقل من واحد واكبر من ناقص واحد اللي هي نفسها زد بي ابسولوت فاليو اقل من واحد فبدنا ناخذ هاي الكميه ناخذها ابسولوت فاليو بدها تكون اقل من واحد فبصير عندي كي كي بلس 1 اي تو ذا ماينس 0.1 ماينس كي بدها تكون اقل من واحد واكثر من ناقص واحد. طيب ناخذ القيمة الأولى هلا لو أخذنا إنها أكبر من ناقص واحد، بواحدة منهم رح تعطيني قيمة تريفيال. فلو أخذنا هاي هلا أخذنا K plus 1 E to the minus 0.1 minus K أقل من واحد. إذا بقدر أضرب K على الجهة الثانية بصير عندي K plus 1 e to the minus 0.1 minus k minus 1 بدها تكون اقل من 0 هلا اذا كملنا فيها هون بتصير عندي خلينا نتاكد انه هذا مضبوط 0.905 فبتصير عندي minus 0.09516 أكبر من minus 1.905 مظبوط هيك؟ لما يكون e to the minus 0.1 قديش تطلع؟ حد يحسب هذا الرقم يشوف e to the minus 0.1 فبصير عندي هلا إذا ضربت هون في بلس وبلس هذا بصير معكوس وبدها تصير k أقل من 1.905 على 0.905 على 0.9516 بتساوي 20 فأحد القيم لازم تكون K أقل من 20 فما لازم تسيب K عن 20 طبعا إذا غيرت السامبلينج تايم تتغير K الثانية اللي إحنا بدينا بهاي اللي هي أقل من واحد هلا لازم تكون هاي القيمة أكبر من ناقص واحد القيمة الثانية اللي بتعطيني اياها اظن بتطلع زيرو، كي بتطلع اكبر من اذا اخذت الايكواليتي الثانية بتطلع كي بدها تكون اكبر من ناقص واحد، بس اصلا كي ما بصيرش تكون نيجاتيف. فرح اعتبر من هون انه كي لازم تكون اكبر من زيرو، فالنتيجة النهائية بتكون انه كي اقل من 20 واكبر من زيرو. هون هاي بتعطيني السيستم بكون ستيبل.